السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم تلميذات وتلاميذ المستوى الثالث ابتدائي في درس جديد من دروس اللغة العربية. درسنا اليوم يندرج ضمن دروس الأسبوعين الثالث والرابع من الوحدة الأولى مجال عالم الأصدقاء. سنتطرق خلال درسنا إلى وضعيتان تواصليتان من مكون الاستماع والتحدث، الوضعية التواصلية الثالثة والوضعية التواصلية الرابعة. نستهل درسنا عزيزاتي أعزائي التلميذات والتلاميذ بالوضعية التواصلية الثالثة. أخبر أصدقائي عن حدث عشته. يهدف درسنا إلى التعرف على مضمون الوضعية التواصلية وقراءتها قراءة جيدة، كما ينتظر منك عزيزي التلميذ في نهاية هذه الحصة أن تتمكن من تشخيص الوضعية التواصلية ومحاكاتها بالانفتاح على مواضيع أخرى تحبها. قبل أن نبدأ الوضعية التواصلية الجديدة، لابد أن نتذكر ما درسناه في الوضعية التواصلية السابقة. من التي قدمت معلومات لأمها عن أصدقائها؟ تذكروا معي أصدقائي، صديقتنا التي قدمت أصدقائها لأمها، ماذا كان اسمها؟ تذكروا؟ أحسنتم، اسمها مريم. جيد، ماذا قالت عن ياسمين؟ ماذا قالت مريم عن ياسمين حينما كانت تقدمها لأمها؟ فكروا؟ أحسنتم أعزائي، قالت هذه ياسمين وهي تهوى المطالعة. أحسنتم. ماذا قالت عن خالد عندما قدمت خالد لوالدتها؟ قالت هذا خالد وهو بارع في كرة القدم. أحسنتم أعزائي. أما الآن فسننتقل لوضعية التواصلية بملاحظة هذا المشهد. لاحظوا، لاحظوا الشخصيات، كم عددهم؟ عدوا عدد الشخصيات الظاهرة في المشهد. جيد، خمسة أطفال. أحسنتم. ماذا تلاحظون فيما يخص شكل هؤلاء الأطفال؟ لاحظوا جيدا، هل هم مختلفون من حيث الشكل، من حيث الوضعية الصحية، من حيث لون البشرة؟ لاحظوا جيدا. أحسنتم، لأن هؤلاء الأطفال يختلفون من حيث شكلهم، من حيث لون بشرتهم، ومن حول من حيث وضعيتهم الصحية. جيد، إذا لاحظوا ماذا يفعل هؤلاء الأطفال؟ اقترحوا إجابات، ماذا يفعلون في نظركم؟ فكروا، مثلا قد يتحاورون حول موضوع معين. جيد، ماذا أيضا؟ ماذا؟ قد يحكي أحدهم عن قصة عاشها، أليس كذلك؟ جيد، أو أحدهم يحكي لهم عن قصة ما قرأها في كتاب. أحسنتم أعزائي، كل هذه مقترحات نتعرف من بينها الصائبة والغير ذلك. لكن قبل ذلك، لاحظوا هؤلاء الأطفال، قلنا أنهم مختلفون من حيث الشكل، مختلفون من حيث ظروفهم الصحية، ليس كذلك؟ هل هذا يمنع من أن يجلسوا ويتحاوروا ويجلسوا ليناقشوا موضوعا ما؟ لا أعزائي، رغم أن أصدقائي يختلفون عني، لكن يجب أن أحاورهم، أتحدث معهم، ألعب معهم، فالاختلاف في الشكل أو في الوضعية الصحية لا يمنع التواصل بين الأحباب والأصدقاء. متفقون أحبائي؟ إذا لننتقل الآن نتعرف الموضوع الذي يتحدثون حوله. عاشت مريم حدثا هاما في حياتها، أخبرت أصدقائها عن ذلك. إذن هذه مريم كانت تحكي لأصدقائها عن حدث عاشته.
هل تحبون الاستماع للحوار الذي دار بينهم؟ حسناً أعزائي، لنستمع. في السنة الماضية شاركت في مسابقة تحدي القراءة. تنافست مع عدد كبير من المتسابقين. آه، هذا جيد. كيف استعددت للمسابقة؟ استعددت للمسابقة بقراءة 200 كتاب. ساعدني وشجعني أبي وأمي وأستاذتي. أحسست بالفخر وبالسعادة لما فزت بالمرتبة الأولى. رائع! أنت بطلة كبيرة! هنيئاً لك مريم! ما رأيكم أحبائي؟ تعرفتم الآن موضوع النقاش وموضوع الحوار؟ أحسنتم! مريم تتحدث عن موضوع أو عن حدث عاشته تخبر به أصدقائها. هل ترغبون في فرصة أخرى للاستماع؟ حسناً، هيا لنستمع مرة أخرى، لكن في هذه المرة نستمع ثم سأترك لكم فرصة لترديد ما سمعناه. اتفقنا أحبائي؟ هيا. في السنة الماضية شاركت في مسابقة تحدي القراءة. نردد معا ما قالته مريم. في السنة الماضية شاركت في مسابقة تحدي القراءة. رددوا أحبائي. جيد. في السنة الماضية شاركت في مسابقة تحدي القراءة. تنافست مع عدد كبير من المتسابقين. تنافست مع عدد كبير من المتسابقين. نكرر. تنافست مع عدد كبير من المتسابقين. آه، هذا جيد. كيف استعددت للمسابقة؟ سألها صديقها. كيف استعددت للمسابقة؟ أوه، هذا جيد. كيف استعددت للمسابقة؟ كرروا أنتم أيضا أحبائي. أوه، هذا جيد. كيف استعددتم للمسابقة؟ أو كيف استعددت للمسابقة؟ استعددت للمسابقة بقراءة 200 كتاب. استعددت للمسابقة بقراءة 200 كتاب. نكرر. استعددت للمسابقة بقراءة 200 كتاب. ساعدني وشجعني أبي وأمي وأستاذتي. نردد أصدقائي. ساعدني وشجعني أبي وأمي وأستاذتي. رددوا معي. ساعدني وشجعني أبي وأمي وأستاذتي. رددتم أحبائي؟ هيا. أحسست بالفخر وبالسعادة لما فزت بالمرتبة الأولى. جيد. أحسست بالفخر وبالسعادة لما فزت بالمرتبة الأولى. جيد. رائع! أنت بطلة كبيرة! هنيئا لك مريم. رائع! أنت بطلة كبيرة! هنيئا لك مريم. نردد. رائع! أنت بطلة كبيرة! هنيئا لك مريم. جيد أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، أنهينا مرحلة التسميع ومرحلة الترديد. أنتقل وإياكم الآن لأختبر سمعكم وإنصاتكم للحوار الذي دار بين مريم وأصدقائها. مستعدون؟ جيد، نمر إلى مرحلة اختبار الفهم السماعي. السؤال الأول يقول: فيما شاركت مريم؟ ما هي المسابقة التي شاركت فيها مريم؟ فكروا قليلا. جيد، شاركت مريم في مسابقة تحدي القراءة. نعيد. شاركت مريم في مسابقة تحدي القراءة. أحسنتم. السؤال الذي يليه:
مع من تنافست مريم؟ أكرر، مع من تنافست مريم؟ تذكروا، هل تنافست مع عدد قليل من المتنافسين أم عدد كبير؟ تذكرتم؟ جيد، تنافست مريم مع عدد كبير من المتنافسين. أحسنتم أحبائي. نمر، كيف استعدت مريم للمسابقة؟ كيف استعدت للمسابقة؟ كم كتابا قرأته استعدادا للمسابقة؟ فكروا. رائع أعزائي، قرأت مريم 200 كتاب استعدادا لمسابقة تحدي القراءة. السؤال الذي يليه، بما أحست لما فازت بالمرتبة الأولى؟ فكروا قليلا. عادة بما تشعرون أنتم عندما تفوزون بالمرحلة الأولى، بالمرتبة الأولى؟ بما؟ جيد، نحس بالفخر، بالسعادة. هذا ما أحسته مريم. أحست أيضا مريم بالفخر وبالسعادة. جيد أحبائي، أمر الآن وإياكم لنستعد ونتهيأ من أجل تشخيص الوضعية التواصلية. مستعدون؟ نبدأ بسؤال أول. أخبرت مريم بوقت مشاركتها في المسابقة. ماذا قالت؟ كيف أخبرت زملائها أو أصدقائها بمشاركتها في هذه المسابقة أو بوقت مشاركتها في المسابقة؟ تتذكرون؟ فكروا. جيد، قالت في السنة الماضية شاركت في مسابقة تحدي القراءة. إذن شاركت في السنة الماضية. أحسنتم. أخبرت مع من تنافست؟ أخبرت أصدقائها مع من تنافست في هذه المسابقة. ماذا قالت؟ فكروا، أنتظروا إجاباتكم. رائع أحبائي، تنافست مع عدد كبير من المتسابقين. قالت تنافست مع عدد كبير من المتسابقين. جيد. سأل طفل عن استعدادها للمسابقة. ماذا قال؟ كيف طرح عليها صديقها هذا السؤال؟ أنتظر إجاباتكم. أحسنتم، قال كيف استعددت للمسابقة يا مريم؟ أكرر، كيف استعددت للمسابقة يا مريم؟ أحسنتم. بما ردت مريم؟ بما أجابت؟ قالت نعم، هذه هي الإجابة. رائع، استعددت للمسابقة بقراءة 200 كتاب. استعدت مريم للمسابقة بقراءة 200 كتاب. قالت استعددت للمسابقة بقراءة 200 كتاب. أخبرت بمن ساعدها وشجعها. ماذا قالت؟ فكروا، من شجع مريم لتشارك وتخوض هذه المسابقة؟ أحسنتم، ساعدني وشجعني أبي وأمي وأستاذتي. هذا ما قالت. أخبرت بما أحست لما فازت. ماذا قالت؟ قالت أحسست بالفخر والسعادة لما فزت بالمرتبة الأولى. هنأتها صديقتها، خاطبتها في الأخير. قالت ماذا قالت صديقتها؟ قالت رائع، أنت بطلة كبيرة، هنيئا لك مريم. قالت لها أنت بطلة كبيرة، هنيئا لك مريم. أظنكم الآن أحبائي التلاميذ مستعدون لتشخيص هذه الوضعية التواصلية. إذن ما بقي لي إلا أن أكلفكم بإنجاز واجب منزلي سيكون كالآتي. أولا، نقرأ الوضعية التواصلية قراءة جيدة عدة مرات. بعدها ننتقل لماذا؟ لمرحلة التشخيص، نشخصها بلعب دور مريم تارة ودور أصدقائها تارة أخرى. اتفقنا؟ وفي الأخير يبقى أن تحاكوا هذه الوضعية التواصلية. كيف ذلك؟ تختارون موضوعا آخر، أو مسابقة شاركتم فيها، أو مثلا مباراة كرة القدم شاركتم فيها وتحدثون أو تخبرون أصدقائكم عن هذا الحدث الذي عشتموه. اتفقنا أحبائي؟
أحسنتم جيد، أشكركم أعزائي على حسن المتابعة للوضعية التواصلية الثالثة. الآن أنتقل وإياكم إلى وضعية جديدة، الوضعية التواصلية الرابعة ضمن الأسبوع الرابع من المرحلة الأولى، تحت عنوان أتحدث عن علاقتي بصديقي. الوضعية التواصلية أتحدث عن علاقتي بصديقي. قبل ذلك نتذكر الهدف من هذا الدرس. ينبغي أحبائي خلال هذا الدرس أن نتعرف مضمون الوضعية التواصلية ونقرأها قراءة جيدة. كما ينتظر منك عزيزي التلميذ في نهاية الحصة أن تتمكن من تشخيص هذه الوضعية التواصلية ومحاكاتها. اتفقنا؟ نمر الآن إلى تذكر الوضعية السابقة. من أخبرت أصدقائها بحدث عاشت؟ وضعية التواصلية السابقة، تذكروا معي من هي الشخصية التي أخبرت أصدقائها بحدث عاشت؟ جيد، أحسنت، هذا هو الجواب، إنها مريم. الحدث الذي عاشته مريم، ما هو الحدث الذي عاشته وأخبرت به أصدقائها؟ أحسنت، مشاركتها في، جيد، رائع، مشاركتها في مسابقة تحدي القراءة. أحسنتم، كيف استعدت له؟ كم كتابا قرأته مريم للاستعداد لهذا التحدي أو هذه المسابقة؟ تذكروا الوضعية التواصلية السابقة. أحسنت، هذه هي الإجابة الصائبة، قرأت مريم 200 كتاب. رائع، الآن ننتقل إلى وضعية جديدة. لاحظوا معي هذا المشهد، تتذكرون هذه الشخصية؟ أحسنتم أحبائي، إنها مريم. أين تتواجد مريم؟ لاحظوا جيدا، أين تتواجد؟ لاحظوا أطفال يلعبون، علم الوطننا، علم المغرب. إذن هم أو تتواجد مريم في أو داخل ساحة المدرسة. أحسنتم، جيد، لاحظوا مع من تتحدث مريم. لاحظوا الشخصية الثانية، مع من تتحدث؟ شخصية ترتدي وزرة، تحمل محفظة، إذن أكيد، جيد، توصلتم إلى الإجابة، إنها الأستاذة، تحدث مريم أستاذتها. لاحظوا مريم، لاحظوا وجهها، هل تبدو منشرحة أم تبدو قلقة؟ لاحظوا، جيد، تبدو مريم منشرحة وهي تحدث أستاذتها. جيد، ترى فيما تحدث مريم أستاذتها؟ عما تتحدثان؟ نعم، اقتراحاتكم؟ جيد، قد تحدثها مثلا عن درس ما، جيد، أو أن تسألها على حالها. أحسنتم، جيد، رائع، إذن لنرى فيما تحدث مريم أستاذتها. سألت الأستاذة مريم عن علاقتها بصديقة لها، فقالت مريم، الأستاذة سألت مريم عن علاقتها بصديقة لها، فقالت مريم، تحبون معرفة إجابة مريم؟ حسناً، أترككم مع الاستماع للحوار. مريم، هل لك صديقة ترتاحين إليها؟ نعم، لي صديقة في الحي اسمها غيثة، أحترمها وتحترمني. كيف نشاهد الأمة قادمة مسرعة؟ إذن سنتعرف الأحداث في حكايتنا اليوم، نمر للمشهد الموالي. انتبهوا يا صغار، ماذا يحمل الطفل في يده؟ نعم، لعبة أو سيارة، بالهاتف والرسائل. في الأعياد نتزاور ونتبادل التهاني. رائع، نعم الصداقة يا مريم. ما رأيكم أحبائي؟ أنصتم جيدا؟ تحتاجون إلى فرصة ثانية؟ حسنا، نستمع معا، لكن هذه المرة
سنستمع للحوار ونردد مع ما تقوله الشخصيات. اتفقنا؟ هيا. مريم، هل لك صديقة ترتاحين إليها؟ مريم، هل لك صديقة ترتاحين إليها؟ نعم، لي صديقة في الحي اسمها غيثة، أحترمها وتحترمني. نردد، ماذا قالت؟ نعم، لي صديقة في الحي اسمها غيثة، أحترمها وتحترمني. رددوا معي، نعم، لي صديقة في الحي اسمها غيثة، أحترمها وتحترمني. كيف هي علاقتك بصديقتك إذن؟ نردد معا أحبائي، كيف هي علاقتك بصديقتك إذن؟ رددوا، كيف هي علاقتك بصديقتك إذن؟ جيد؟ نراجع الدروس معا ونتبادل القصص ونلعب أحيانا. نردد، نراجع الدروس معا ونتبادل القصص ونلعب أحيانا. رددوا معي، نراجع الدروس معا ونتبادل القصص ونلعب أحيانا. جيد. إذا مرضت أعودها لأطمئن عليها. نردد، إذا مرضت أعودها لأطمئن عليها. نردد، إذا مرضت نعودها أو أعودها لأطمئن عليها. جيد. إذا سافرت نتواصل بالهاتف والرسائل. نردد، إذا سافرت نتواصل بالهاتف والرسائل. نكرر، إذا سافرت نتواصل بالهاتف والرسائل. جيد. في الأعياد نتزاور ونتبادل التهاني. نعم، في الأعياد نتزاور ونتبادل التهاني. نكرر أعزائي، في الأعياد نتزاور ونتبادل التهاني. جيد. رائع، نعم الصداقة يا مريم. رائع، نعم الصداقة يا مريم. هذا ما قالته الأستاذة. نكرر، رائع، نعم الصداقة يا مريم. أحسنتم أعزائي، أنصتنا الآن، رددنا، أنتقل وإياكم لأختبر استماعكم وإنصاتكم للحوار. اتفقنا؟ أسئلة الفهم السماعي أو اختبار الفهم السماعي. السؤال الأول، من هي صديقة مريم في حيها؟ تذكروا مريم ذكرت اسم صديقتها للأستاذة، من هي؟ ما اسمها؟ أحسنت، إجابة صائبة، صديقة مريم في الحي هي غيثة. جيد، كيف هي علاقة مريم بصديقتها غيثة؟ كيف هي علاقة مريم بغيثة بصديقتها؟ تراجعان الدروس معا، تتبادلان القصص، تلعبان أحيانا، تعود إحداهما الأخرى إذا مرضت. تعود إحداهما الأخرى إذا مرضت. إذا سافرت غيثة بما تتواصل معها مريم؟ بما نتواصل عادة. أحسنت، جواب صحيح، تتواصلان بواسطة الهاتف أو الرسائل. جيد، لابد أعزائي خلال إنصاتكم للحوار استوقفتكم بعض الكلمات التي لم تفهموها جيدا، أليس كذلك؟ إذن سنمر لمرحلة شرح الكلمات. الكلمة الأولى، نتزاور، قالت في الأعياد نتزاور، المقصود بنتزاور. جيد، نقصد بها نتبادل الزيارة. نتبادل الزيارة، أحسنتم. نضع هذه الكلمة في جملة بسيطة، فكروا، نتزاور، نتبادل الزيارة، جملة، رائع. يتزاور المسلمون في الأعياد. يتزاور المسلمون في الأعياد بمعنى يتبادلون الزيارات. أحسنتم،
كلمة أخرى؟ أعودها، قالت مريم، إذا مرضت أعودها لأطمئن عليها. ما معنى أعودها؟ أحسنت عزيزي، أعودها بمعنى أزورها. إجابتكم صائبة، أزورها، أعود أو أزور. اتفقنا؟ نركبها في جملة مفيدة فنقول عاد أحمد صديقه المريضة. عاد أحمد صديقه المريض بمعنى زاره. زار أحمد صديقه المريض. اتفقنا أعزائي؟ أصبح الأمر واضحا الآن. إذا نستعد معا لتشخيص هذه الوضعية التواصلية. هيا. سألت الأستاذة مريم هل لها صديقة؟ بما أجابتها مريم؟ ماذا قالت؟ تذكروا. أحسنتم، قالت مريم هل لك صديقة ترتاحين إليها؟ أحسنتم. بما أجابتها مريم؟ بما أجابت مريم صديقة أستاذتها عفوا؟ بما أجابتها؟ جيد، قالت نعم لي صديقة في الحي اسمها غيثة، أحترمها وتحترمني. جيد. سألت الأستاذة مريم عن علاقتها بصديقتها، ماذا قالت؟ كيف طرحت هذا السؤال؟ فكروا. جيد، قالت كيف هي علاقتك بصديقتك؟ أكرر، كيف هي علاقتك بصديقتك؟ جيد. بما أجابت مريم؟ قالت، فكروا قليلا. نعم، أحسنتم. نراجع الدروس معا ونتبادل القصص ونلعب أحيانا. أحسنتم. ماذا قالت أيضا؟ ماذا أضافت؟ قالت إذا مرضت أعودها لأطمئن عليها. جيد. ماذا أضافت أيضا؟ قالت إذا سافرت نتواصل بالهاتف وبالرسائل. جيد. ماذا أضافت مريم أيضا؟ علاقتها بصديقتها. في الأعياد نتزاور ونتبادل التهاني. أحسنتم أحبائي. بما علقت الأستاذة على صداقة مريم وغيثة؟ بما علقت في نهاية الحوار؟ قالت نعم الصداقة يا مريم. نعم الصداقة يا مريم. أحسنتم أحبائي، أظن أنكم الآن تستطيعون تشخيص هذا الحوار من منازلكم، أليس كذلك؟ إذن سأكلفكم بواجب منزلي بسيط يتمثل كالآتي: أولا قراءة، نقرأ الوضعية التواصلية قراءة جيدة، بعد ذلك ننتقل إلى التشخيص، نشخص هذه الوضعية بلعب دوري كل شخصية على حدة، تارة ألعب شخصية الأستاذة وتارة أخرى ألعب شخصية مريم. اتفقنا؟ وفي الأخير ما عليكم أحبائي إلا محاكاة هذه الوضعية التواصلية. كيف؟ أختار موضوعا آخر بين مريم وأستاذها، بين طفل وأستاذه، بين طفل وأبيه، وأختار موضوعا ثم أصوغ وضعية تواصلية. واضح؟ تخبر أحد الشخصيتين تخبر الأخرى عن صديق لها. اتفقنا؟ بمعنى نحاكي ما فعلته مريم وأستاذتها. اتفقنا أحبائي؟ إذن في النهاية لا يسعني إلا أن أشكركم على حسن متابعتكم، وأتمنى أن تكون الحصة قد أفادتكم وأنتعتكم أيضا.